السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله هنشرح الجامب سوت ده النهاردة. تعالوا كده نشوف الخطوات. وده هياخد من مترين الا ربع لمترين قماش عرض 150. الخانة هنا كتان. تعالوا بقى نشوف خطوات العمل. هشتغل في البنطلون الاول، هطبق القماش طبقتين اهو، فهيبقى كده معايا 75 فوق و75 تحت، وبعدين هطبق كمان طبقتين، هيبقى اربع طبقات، بس هنسيب جزء اكبر من جزء. الجزء ده هتسيبيه حوالي 6 سنتي. تمام، هنبدأ ناخد طول البنطلون زائد تانية الرجل زائد من فوق كده، بزود حوالي 4 سنتي، يعني كأن هاخد طول البنطلون وهزود عليه من 6 ل7 سنتي زيادة. تمام، طبقت القماش اربع طبقات، في طبقة أكبر زي ما قلت، الطبقتين اللي هي المطبقة دي كده زايدة 6 سنتي، من فوق سبت زيادة حوالي 4 سنتي، ومن تحت سبت حوالي 2 سنتي لتانية الرجل. محددين اهو من النقطة دي للنقطة دي الطول الخارجي للبنطلون اللي هو طول البنطلون، وطبعا الزيادة اللي تحت دي تانية رجل. هاجي من الناحية دي أحدد الطول الداخلي علشان أعمل حجر البنطلون. عندنا الطول الداخلي كان 82 سنتي، هجيب كده 82 سنتي. سحبة البنطلون ده ما شاء الله طويلة جدا اهو كده، بس حجر البنطلون ده طويل شوية، المفروض يبقى طويل شوية، السلوبيت المفروض يبقى ايه طويل، علشان ده سلوبيت هيبقى الحجر هنا، يعني المفروض الحجر يبقى لو مظبوط هيجي هنا، لا انا نزلته لتحت حوالي 2-3 سنتي. اول ما خدت النقطة بتاعت الحجر دي هدخل كده 5 سنتي اهو، بعد ال5 سنتي دول كده هطلع لفوق كده اهو زاوية قريبة. ال5 سنتي دي هاخدها كده لفوق وهدور كده، دوره كده، دوران الارداف، ومن بعد ال5 سنتي دي هحط ربع دوران الارداف. عندي دوران الارداف 102، هحط بقى هنا على الارداف مقدار راحة 4 سنتي لان البنطلون واسع، فهيبقى 106. هنجيب 106 وهنقسمهم على الاربعة اهو اهو، شايفين كده، من بعد ال5 سنتي هحط كده. طيب الوس واسع، الوس واسع لان من ورا هيبقى فيه استك، يبقى هطلع بالوسع ده لفوق. لو هعمل الوس ضيق يبقى كنت هاخد ربع دوران الوس وازود عليها البنس، بس اوريدي البنطلون فيه من قدام قصرتين، فانا هاخد ربع دوران الوس وهعمل حساب الكسرات، يعني هكبرها شوية قدام ومن ورا هتبقى ايه بأسك. تمام، عندي ربع دوران البص 78 سنتي، نجيب كده 78 اهو كده، البص الاصلي لغاية كده اهو، احنا هنعمل قصرتين كبار كده اهو الحتة كده، فشوف البص هيوصل لغاية فين، لغاية كده اهو. مقدار القصر قد ايه اللي هي في المكان هيبقى مكان البنسة، مقدارها كده حوالي 6 سنتي. تمام، هحط مكانها فين، هيبقى في النص ما بين النقطة دي والنقطة دي، مش كده، هبدأ اقص انا كده، هرسم البنطلون بتاعي، الرجل بتاعتي بقى كده هتنزل للوسع للآخر كده، نازل البنطلون لوسعه كده اهو، ده كده الامامي. طيب الخلفي هقصه ازاي، هزود من هنا كده كمان 5 سنتي فوق النقطة دي، هتلاقي 1.5 سنتي اهو او 2 سنتي، هبدأ اوصل كده. تمام، وهقعد اخدها كده بالتدريج كده لغاية ما اوصل لهنا كده،
ده طبعا كان خط اساس احنا عاملينه بنرسم عليه التباشير مثلا. في الامام هنزل كده حوالي 2 سنتي، هاخدهم كده على ما فيش، اللي نزلته هنا هطلعه في الخلفي. كده البنطلون خلص، هنقصه طبعا ونعمل زيت الخياطة بس. الرجل من تحت هزود 2 أو 3 سنتي كده من هنا، وهبدأ أوصل النقطة دي كده بدي كده، هحطها عشان يبان في التصوير. هبدأ أقصنا بقى دلوقتي كده البنطلون، الرسم بتاعه خلص هنقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن كنا نسيب الجناب سليمة، بنقص طبعا الخلفي الاول. سيبي زيادات خياطة عشان احنا كده راسمين على القماش على طول. هقص الخلفي من هنا الاول اهو، برضو معايا زيادة خياطة. خلاص كده هفصل الامامي عن الخلفي كده، وهنبدأ نقص الامام. ما بين هنا وهنا هعمل علامة الكسر. ورا البنطلون هيبقى فيه قسم، شايفين كده؟ دي مكان البنس يا جماعة، تخيط كده كسرة كده، ماشي كده؟ قمر اللي هو بيبقى ما بين القطعة البنطلون وبين القطعة اللي فوق. دلوقتي هنقص اللي هو الايه الجزء بتاع السالوبيت من فوق تحت. على المقاس اللي انا بعمله كده هاخد قطعة قماش، وهي متطبقة طبقتين، المفروض 4 طبقات عشان الامام والخلف. انا واخداها كده 20 سنتي وهي متطبقة، والطول بتاعها كده حوالي 22 سنتي، تمام؟ فانا هقص دي كده دي كده. ماشي كده. من هنا شايفين ده البنطلون، البنطلون اهو، دي هتتخيط كده، الجزء ده هيتخيط كده خلاص. جاي السالوبيت، الصدر بتاع السالوبيت جاي لغايه المنطقه دي كده،
يبقى انا من تحت هرفعه بالوسع ده. تمام، هناخد مقاس القطعه دي كده اهي، وهاجي من هنا شايفين اهو هتبقى جايه كده، يعني طالعه باتساع لفوق كده كده. هنقصها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي طبعا امامي وخلفي، وهيتقص لها بطانه، بطانه زيهم بالظبط من نفس الخامه او خامه تانية. هنشوفها، هنتخيلها بقى كده علشان تتخيلوا الشكل. ده كده القمر، وده كده السدره. بصوا كده الجزء ده باقي. هنا بقى هيتركب الحمالات. حمالات هنقص ايه؟ قطعتين قماش. طول الحمالة من قدام 21، يعني هتبقى 42 سنتي ورا وقدام. هنا بقى الحمالات بالطول المطلوب، اللي هي طولها من الامام 21، وهيبقى من الخلف زيهم كده، يعني 42 سنتي، وهتتركب كده اهي. تمام، طبعا احنا سايبين زيادة خياطة. هتتركب على بعد قد ايه؟ من هتقيسي من هنا من النص كده حوالي 9 سنتي، وتبدأي تركبي الحمال. نشوف بقى السلوبيت. السلوبيت هو كده باين اهو شكله اهو، رجل الامام كده. تمام اهو، هتبدأي لبستي والخلف زيه طبعا، وسهل جدا. هفتح الخلف، هيتقفل برضو الحجر، يعني الامام زي الخلف. هنا هعمل قصرة اهي، وهنا هعمل قصرة. طبعا كل حاجة احنا معلمين علامتها. هنا هركب القمر ما بينهم. تمام، بس انا القمر يعني ما قصتوش، لان لسه للخلف وللامام، يعني ما ظبطتش طوله. خلاص كده هيتني كده القمر، خلاص هيتركب ما بين البنطلون وما بين الجزء اللي هو ده. ده كده مثلا امام، في زيها كده ايه خلف بالظبط، هيتركبوا مع بعض. يعني ده هيبقى جاي ما بينهم هما الاثنين، القمر ده. ماشي، نشيل بس الزياده بتاعته، وبعدين هحط الحمالات. حمالات بين الطبقتين. هتبقى كده. والحماله الثانيه اهي كده. ده كده السلوبيت يعني سهل جدا، تقدر يتنفذ بسهوله خالص. شكله طالع جميل، بس طبعا انا مش هخيط، انا مجرد ان انا بقص بس. الرجل بتاعته واسعة اهو. ان شاء الله يا رب الشرح يكون عجبك.